بيك على السما. بس لاباس عايشك. انت قلت لي نحب نحكي لانتريتية وموظفي البلدية. قل انا خدمت في البلدية قلت لك 14 سنة ناخذ 180 الف والدوال لا سنساس لا شيء، وكلمونا قالوا ثم زيادة ما ثمش حتى زيادة. بالله سامحيني 180 الف تعملش حاجة ما وصلش حتى قهوة فهمتي، والدواء بالفلوس انا ناخذ في 4 دويات بالفلوس فهمتني. اش باش نقول لك، هذا هو 180 الف نخص. قداش عندك ملي خرجت؟ خرجت قربت عندي تو 3 سنين. خرجت اليوم دبر في راسك في خدمه اخرى. دبر في راسي في خدمه اخرى، راني لقيت في خدمه اخرى فهمتي. ما تخلطش الشهريه هذه، ما تخلطش. بس ما الشهريه اصلا؟ ماشي شهري. منحه نتاع عجز، حتى 180 الاخرى كنا جينا فوق العجز اخرى 240. ما هذه ناخذ 180 فهمتني. وخدمت 14 سنه في بلديه تونس. شنو كنت تخدم؟ نخدم عساس في دارة. العساس أم أسهل أنك تخدم العساس ولا أنك تخدم في التنظيف؟ لا أنا نخدم في العساس أنظف. ملي عملي ما حط في المحل ملي حطوني في الإدارة عساس فهمتني. قعدت 14 سنة نخدم في الإدارة وبعد خرجت فهمتني. خرجت تقاعد. تقاعد هذاك هو تقاعد. وقت يجوا رسموا فيه قالوا لي عمرك كبر، وشنو يجي الترسيم قالوا لي عمرك كبر. بعد خرجوني يعطوا فيه في 180 الف تو. خاطر دخلت من بعد الوقت. دخلت من بعد كبير شوي. مش مشكل، وخدمت 14 سنة يمكن ما حسبوهم ليش، حسبوا لي كان حاجة صغيرة والبقية ما حسبوهاش. والحمد لله. وأنا برشا اليوم توانسة مشكل عام. الظروف وضعية عامة البلاد نسبة كبيرة. لا نسبة كبيرة تدخل للخدمة وللوظيفة العمومية بغض النظر الشهرية في عمر متقدم. معناها حتى الريتريت تجي حاجة بسيطة. حاجة بسيطة. وكلم ونهارات تتكلم ومقالوا باش يزيدونا ما زادوناش. واليوم والله جبتها شهرية 170 ألف، كانت 180 مقصوا لي 10 ألف فرنك. كنت تنتظر أنها تزيد؟ في بالنا الشهرية هذا مش يزيدونا مش ما ثم شيء. ما عادش تصدق برشا كل حاجة تتقال. والله العظيم مو تكلموا عليها في الإذاعة وقالوا ثم زيادة لكن ما ثم حتى شيء. ولا غلاء ولا موش مش نقول لك. لازم نكملوا عاد ثمان بدينا شرط اللعبة لازم نكملوا 8 دقائق نتاعنا. علاش صدقت لدرجة انه سي بون شي يزيدوك في نهار من نهارات في التقاعد نتاعك مادام ما فماش قرار رسمي؟ ما فما هو اصلا قرار طابت في الرائد الرسمي يوسف القرار قالوا باش يزيدوا الزيادة للانتريتية وقت الشهريه مضاعف. الاشهر الضعاف شوي ما ثم شيء. واليوم جبدنا الشهريه لقيناها ناقصه هذيك، ولا بالعكس نقصت لي 10000 فرنك. هو المحاله في فتره رئيس حكومه سابق والله ما نستحضرش الشاهد ولا جمعه. على ما اظن الشاهد الحاجه الوحيده اللي عملها تزيد مبلغ معين في تقاعد توانسه، فما نسبه كبيره اللي كانوا ياخذوا في 170 ولت لهم في حدود 210 حاجه هكا. كان تزيد مرتين اخرين فعلى الاقل يزيدوا يعاونوا. قرارات بعض القرارات قد تكون فرديه اكثر منها سياسيه، قد تكون معناها اكثر منها تكون تابعه الدوله. ان شاء الله اخوي ان شاء الله يلتفتوا لك اللي ناقصين شهريات واللي ضعاف واللي ما عندهمش دخل. ان شاء الله هذوما نطلبوا من الدوله والقانون والوقت يتبعوك الناس الضعفاء اللي ما عندهمش. ثم ناس ما تاخذش حتى فرنك وعايش فهمتي في الهم والميزيريا، وثم تلاعدة ويقف في 200 ألف و 180 ألف ربما شاد بهم. ثم ناس ما تاخذش حتى فرنك فهمتي كيفاش. تكاري منهم انت؟ لا انا بربي عندي دويرة فهمتني. عليك الوالدة؟ لا والله انا عملتها وحدي بطريف والحمد لله فهمتني. الحمد لله عملتها شوي تيزوز بيوت واحد الحمد لله خير من كذا. كنت كاري وطلبت ربي وعاونت روحي بشوي والحمد لله. الانسان لازم يتقوى على الصعوبات. قوى صعوبات. خممت في روحك وخممت في نهار كمال. وانا قبل كانت على الاقل زاد الاسعار رخيصه تو. شريت الارض؟ شريت في ابو مهل في الخليج. مش خايبه البلاصه؟ غاليه؟ لا وقتها مش غالي ياسر. ما تو غلطت وكان ليش ولا تو ظهر لي ولت حتى 300 ألف المتر فهمتي. قبل ناخذيناها ب 50 وكان فهمتي. السيمان رخيص والاجور رخيص تو بري شوف السيمان والاجور طلع كل شيء. والحديد كان رخيص والحديد تو غلا وكل شيء غلا. ماش تو حتى تو ما عادش ينجم حتى واحد مش نقول لك ما عادش حتى ينجم واحد قليل اللي يبني اللي كان عنده فلوس ولا دخل في قروض. اما تو واحد ولد ولا باش يبني دار ويعرس ويعمل جهاز ما يخلطش. عندك اولاد؟
ولا عندي وليد وعندي بنيه تقرا، مازالت تقرا. تقرا شنو؟ تقرا في الليسي. مازالت صغيره. مازالت صغيره وعندي طفله معرسه. وليد شنو يعني؟ الولد ولا يخدم فك الحانوت نتاع الواحد نتاع التليفونات. خاص ما يدبر في راسه. يدبر في راسه خاص، وحتى يخلط ما ياخذ زاد قرض، وحتى يخلط ما يعطينيش حتى شيء. اعذروا. اعذروا لا ما عندوش، ما عندوش مواصل بالقرض، ما حتى يوصل هو بالقرض. والحمد لله. وعنده عائله معناها؟ لا لا مازال ما عرسش، مازال ما عرسش، مازال ما عرسش. وفهمت. يجي وقت يقول لك عاوني. هو تويك نحاولوا فيه نقولوا له عرس، قال كيفاش باش نعرس؟ المهم خليه يخدم. عرس. المهم خليه يخدم. هو قال لك باش مش نعرس، كي تقولوا لي عرس باش مش نعرس، يعاونوا باش بنتي صعيب ياسر، صعيب باش نعاونوا. ما تقف زاد انت مسألة تو ايش باش نعرس؟ كيما عندي ذك خممت في دار وشريت قطعة الأرض كي كانت أرخص من تو، خممت في اليوم أنت زاد سينو تصور روحك كاري في 200,000 وصغارك وين شي بيت وشو. ما عادش 200 تو الكريم ب 300 وطلع لفوق. احكي لك تصور روحك كاري معلم ال 200,000 المنحه اللي تاخذها. ما يعملوا لي شيء، ما يعملوا لي شيء يا بنتي. ما يعملوا شيء. ما يعملوا شيء. وضعيتك انت وضعيه التوانسه، هذه الكلمه ديما نقولها انا. احنا مانيش نحاولوا باش نوصلوا الصوت، باش نحاولوا نلقوا الحلول، باش نحاولوا نطرحوا المواضيع. علاش التوانسه ديما ما يخمموش في مستقبلهم؟ ما يخممش في نهار اخر، هي صعيبه. والله هذاك هو البشر لازم يخمم في نهار اخر، لكن كيفاش يخمم فيه؟ خمم فيه معناه خاصة السكن. السكن مشكلة فيه، السكن إلا كان باش يقعد كاري حياته كاملة راهي مشكلة. مشكلة. يخدم باش يخلص الكرا. باش يخلص الكرا والضوء والماء، فهمتي زاد الضوء وخاصة الضوء غلا والماء غلا ومصاريف البشر ماشي. فاتورة الضوء بلي قداش تجيك معدل؟ يا أنت فاتورة الضوء تجي فوق ال 100 و100، ما قلش 180 70 هذا أقل حاجة. فهمت. لازمك تخلصها في وقتها ما كانش تكبر عليك. تخلصها وما ثم شيء. ما كانش تكبر عليك راهو مش. إي تولي تزيد. وحكاية مثلا منبوبة وفريجيدير وتلفزة هذه المشكلة، فهمت مثلا؟ كيفاش فهمني ايش معنى حكاية الأنبوبة وفريجيدير؟ مش عنده ياسر باش تجيه 70 80، حكاية أنبوبة زوز أنبوبات ولا ثلاثة وفريجيدير. يلزوك باش تولي التلفزة ما تخدمهاش ديما والثلاجة تسكرها. عنده تلفزة ما يلزوك على الأنبوبات تستحفظ شوي في الضوء، خلي عنده الكليماتيزور اللي عنده فهمتني يبرد هذيك النهار زراك. الاستهلاك يزيد برشا. الاستهلاك يزيد ياسر فهمتي، ثم نزي حتى برفوة تنجم تقول خل ركب كليماتيزير، لكن تخمم في الفاتوره. كليماتيزير حتى ما قدرتش باش نشريه. تنجم تشريه لكن الفاتوره. الفاتوره نتاع الضوء، الفاتوره نتاع الضوء انا عاملين مروحه مرات نحلها وايش باش نعملوا. الدنيا سخونه برشا. الدنيا سخونه. والسخانه سخانه بنيت عم ياسر 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 بنيت ياسر السخانه فوق القيمه. شو نقول؟ علاش مزروب انت تحب تروح بيسا؟ اي حب نروح. ما انت حبيت تتكلم لازم تتكلم، لازم تكمل للاخر. هل انت الوحيد اللي تخدم على العائله ولا لا نصرف على العائله؟ نحكي على المصروف، ما قلت لي ولدك يخدم. الوحيد نصرف على العائله فهمتني، عندي طفله تقرا هوني ندبر في راسي منه ومنه. عاونها اخوها مرات شويات شويات يعاونها. عاون. انا سنه. سنه السابعه. السابعة تيس اسمها تيس هي مازالت صغيرة. مازالت صغيرة اي مازالت صغيرة فهمتني. معادلتها باهية ولا سنة تعدت ما نعرفش المعادل ما سلتهاش ما سنة تعدت. ان شاء الله ربي ينجحها. عايشك عايشك.